بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الفيديو ده أول فيديو في مجموعة من الفيديوهات عددهم 3 بنتكلم فيهم عن كوفيد 19. الحقيقة كوفيد 19 أو النوفل كورونا فيروس هو حديث العالم في الوقت الحالي. أول جزء هنتكلم فيه على الـ Current Epidemiological Situation حتى اليوم 24 مارس 2020. طبعا الموضوع بيشغل كل القادة في العالم الآن. في كل دول العالم الحقيقة في استعدادات غير مسبوقة لمواجهة هذا الفيروس وخطر هذا الفيروس. ترامب في أمريكا من الدول اللي موجود فيها دلوقتي عدد كبير جدا من الحالات فاق 50 حالة. أنجيلا ميركل في ألمانيا، ماكرون في فرنسا، سيسي في مصر. الحقيقة إجراءات غير مسبوقة، واحنا اليوم بدأنا حظر التجوال الجزئي، والحقيقة في بانيك موجود على مستوى العالم وعلى مستوى الكوميونيتي. احنا عايزين نعرف الفاكتس about this coronavirus. والكوميكس بقى زادت في الفترة دي حتى لدرجة انهم لبسوا بالهول ماسك، وبقى شعار المرحلة stay at home، الزم بيتك. الكلام ده بقينا نسمعه في الميديا وعلى الفيس وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي كل مكان. We have to be informed about this novel coronavirus or COVID-19. من 11 فبراير والـ WHO غيرت تسمية النوفل كورونا فيروس إلى كوفيد 19. كوفيد اختصار لمجموعة من المقاطع CO كورونا، VI فيروس، D ديسيز، و19 ريفيرز تو 2019 لأن تم اكتشاف الفيروس أو تم الإعلان عن وجود حالات مصابة بـ Unidentified Pneumonia في ووهان سيتي in هوبي Province في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية في 31 ديسمبر 2019. يبقى كوفيد 19 ده اسم الديسيز، كورونا فيروس ديسيز. أما اسم الفيروس It's now officially called SARS-CoV-2، لأنه الحقيقة في البداية في بداية اكتشاف الفيروس وجدوا أنه يوجد تشابه جيني ما بين الفيروس المسبب للسارس اللي ظهر في الصين في سنة 2003 وما بين هذا الفيروس، فهو شبيه بالسارس ولكنه ليس بسارس، عشان كده أطلق عليه لقب سارس كوفي 2. طيب إيه بقى الفيروسات التاجية أو الكورونا فيروسز؟ الكورونا فيروسز بتبان تحت الإلكترون ميكروسكوب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، زي منظر في سبايكس موجودة على السيرفس بتاع الكورونا فيروسز عبارة عن جلايكوبروتينز بتدي شكل التاج أو الهالة اللي هي واضحة هنا باللون الأخضر. السبايكس دي فايدتها إيه؟ فايدتها إنها بالظبط هي عاملة زي الخطاف، فبتشبط في الانفكتد سيل عشان تسهل دخول الفيروس داخل الخلايا. الكورونا فيروسز are RNA viruses.
والحقيقة تم بداية اكتشاف فيروسات الكورونا أو الفيروسات التاجية كان في أوائل ستينات القرن الماضي، والحقيقة هي مجموعة من الفيروسات which may infect animals and humans، وممكن تعمل upper respiratory and gastrointestinal diseases in humans and other mammals and birds. وزي ما قلنا هي اسمها الفيروسات التاجية لأن كلمة كورونا هي كلمة لاتينية تعني كلمة التاج أو الهالو. منذ اكتشاف فيروسات التاجية وكان المعروف عنها إنها بتسبب upper respiratory tract illness و common cold، والحقيقة ده كان mild illness، ولذلك وسيلف ليميتد، ولذلك لم يشغل بال العلماء اكتشاف او اختراع انتي فايرال ميديكيشنز فور كورونا فايروسز اور فاكسين فور كورونا فايروسز لانها في النهايه بتسبب مايلد إلنس. انما مع بدايه الالفيه الثالثه بدأنا ننظر للكورونا فيروسز على إنها more than just causing common cold، وبدأ كانت البداية مع سنة 2002-2003 ظهر في الصين السارس كوفي severe acute respiratory syndrome كورونا فيروس، وده الحقيقة كان تسبب في إصابة حوالي 8000 شخص وأدى إلى وفاة 774 شخص، والنسبة دي كانت تعتبر 9.6%، ودي كانت نسبة عالية، وكان في وقتها كنا بنقول الالتهاب الرئوي القاتل أو الالتهاب الرئوي الذي يسبب أو فيروس الذي يسبب الأعراض التنفسية الحادة الوخيمة، إلا أنه نجحت الصين في احتواء هذا الفيروس في خلال 6 شهور بالإنفكشن بريفنشن كنترول الحقيقة اللي اتعمل على مستوى عالي جدا في هذا التوقيت. ثم في 2012 و2013 ظهر نوع آخر من الكورونا فيروسز في شبه الجزيرة العربية اسمه Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus أو مارس كوفي، والحقيقة هو ما زال مستمر في السعودية حتى الآن، وتسبب في وفاة في إصابة حوالي 2500 شخص، ونسبة الوفيات كانت 848 حالة، يعني نسبة الوفيات حوالي 34.4%، وده رقم ضخم جدا. مع بداية في ديسمبر 2019 تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات الكورونا نوفل كورونا فيروس أو 2019 اللي هو إشارة لسنة 2019 وN novel وكوفي CO كورونا وفي فيروس في ديسمبر 2019، وده تم اكتشافه في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية، وبرضو عمل serious illness، وحاليا نسبة الوفيات من النوفل كورونا فيروس او 2019 ان كوفي is around 4%. اذا الانسان بيصاب بسبع انواع من فيروسات الكورونا. طب
طبعا الكورونا فيروسز ار ديفايدد انتو فور جينيرا: الفا، بيتا، جاما اند دلتا. الهيومنز ار انفكتد اونلي باي الفا اند بيتا كورونا فيروسز. في فور تايبس اوف كورونا فيروسز بتعمل مايلد ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او كومن كولد، اتنين الفا واتنين بيتا. وفي other three types بيعملوا serious illness in human: SARS-CoV, MERS-CoV and 2019-nCoV. كويس جدا. طبعا المERS-CoV ده نوع من انواع البيتا كورونا فيروسز، وبرضو SARS-CoV نوع من انواع البيتا كورونا فيروسز هو 2019-nCoV. الأصل في الأمور إن الكورونا فيروسز can infect different mammals and birds and all human coronaviruses are believed to have emerged as a zoonotic illness. Zoonotic means that it can be transmitted from animals to humans. So coronaviruses are zoonotic. That's to say, they are transmitted between animals and humans. طيب, what is the natural reservoir or the natural host of coronaviruses? Pets are the natural reservoir of coronaviruses. الخفاش هو المستودع الرئيسي لفيروسات الكورونا. ومنه ينتقل إلى عائل وسيط intermediate host أو animal، ومنه ينتقل إلى الإنسان ثم من إنسان إلى إنسان. طب الكلام ده حصل قبل كده؟ حصل. يعني في السارس، أيام السارس، انتقل الفيروس from pets إلى intermediate host اللي هو السيفيت كاتس. ده نوع من أنواع القطط البرية، ده موجود في جنوب شرق آسيا، وهذا النوع من القطط البرية بيسمى باللغة العربية قط الذباب. والحقيقة الأنواع دي يعني الصينيين بيأكلهم الكثير من الحيوانات البرية ومنها قط الذباب، وهم بياكلوا الحاجات دي الحقيقه لان عندهم معتقدات لا علاقه بالصحه. هم متصورين انه اكل هذه الاشياء بيدي باور وبيدي مزيد من الصحه، وفي الوقت نفسه من وجهه نظرهم هي ديليكاسي، طعمها جميل. انا ما جربتش، بس الحقيقه هم بيعتبروا ان طعمها جميل وعندهم هيلث كليمز، فبالتالي هما دي ثقافة شعوب، زي ما احنا مثلا بناكل كده الفسيخ، ما فيش حد بياكل فسيخ النحل، فهي يعني شعوب تانية تنظر لده على انه حاجة غريبة يعني. ما المهم انه السارس كان العائل الوسيط السيفت كاتس، ومنها الى الهيومن، ثم من هيومن الى هيومن. هذا الكلام ايضا حصل مع متلازمة الشرق الاوسط التنفسية او المارس كوفي. انتقل الفيروس من الخفاش الى الجمال، ومن الجمال الى الانسان، ثم من انسان الى انسان. يبقى اذا ما حدث في التاريخ من ذي قبل ايام السارس، الفيروس انتقل من الخفاش الى قط الذباب أو السيفت كاتس، ومنه إلى الإنسان، ثم من إنسان إلى إنسان. وما حدث مع المارس كوفي أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الفيروس انتقل من الخفاش
إلى الجمال، ومن الجمال إلى الإنسان، ثم من إنسان إلى إنسان. بالزكاوة المصرية الدفينة المفروض أن احنا نتوقع أن ده حدث مع فيروس الكورونا الجديد الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن. وطبعا اتحط أكتر من احتمال، كان في احتمال أنه الفيروس قد يكون انتقل من الخفاش إلى الأفاعي، نوع من الأفاعي موجود في الصين وبرضو بيتم تداوله في الأسواق وبرضو بيتاكل، اللي هو حيوان أو ثعبان الكوبرا الصيني. وفي برضو حيوان تاني برضو بيتاكل وبيتم التداوي من خلاله عن طريق الحرافيش اللي بتغطي جسمه. هذا الحيوان اسمه آكل النمل الحرفوشي أو البانجولين. يبقى وفي كلام كتير الحقيقة في الفترة الأخيرة على إنه هو ده الانترميديات هوست، وإنه الفيروس انتقل من الخفاش إلى البانجولين ومنه الإنسان وبعد كده من إنسان إلى إنسان. ده شكل حيوان آكل النمل الحرفوشي، وزي ما قلنا هم بيستخدموا من الحرفيش بتاع التداوي، والحيوان نفسه برضو بيتاكل زيه زي ما كان بيتاكل قط الزباد. الحقيقة يعني بغض النظر، هو الآن بينتقل هذا الفيروس من إنسان إلى إنسان بغض النظر عن العائل الوسيط اللي تمت فيه عملية التحور وبعد كده من إنسان إلى إنسان. في البداية خالص أول ما ظهر هذا الفيروس، هو كانت البداية كنا بنتكلم على إنه في عندنا what's called coronavirus outbreak، نتيجة novel coronavirus، وكلمة novel ترجمتها الحرفية المستجد، عشان كده احنا بنقول فيروس الكورونا المستجد. وكلمة novel تعني ان ده new strain of coronaviruses that has not been identified before in humans. فيروس جديد من اول السطر، الجهاز المناعي بتاعنا ما يعرفوش، ما عندوش فكرة عنه. وهذا novel coronavirus is said to have been originated from a seafood market in China, in Wuhan City. سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، where wildlife was reportedly sold illegally. في هذا السوق بيتم بالإضافة إلى بيع المأكولات البحرية يتم أيضا بيع الحيوانات البرية. صحيح ده بيتم بصورة illegal، ولكن هو ده الحادث، هو ده الواقع. وزي ما قلنا هما لغاية دلوقتي مش متأكدين بالضبط من هو العائل الوسيط المسؤول. أصابع الاتهام بتشير إلى آكل النمل الحرفوشي بقوة في الحالي. بالنسبة لبلد المنشأ أو من أين أتت الشرارة، من ووهان سيتي، مدينة ووهان دي موجودة في مقاطعة في جنوب الصين اسمها هوبي بروفينس. ومدينة ووهان دي مدينة حديثة ومدينة مهمة وفيها مزارات سياحية، وهي بتقع على نيل وفيها أبراج وفيها حياة حديثة ومتقدمة. لكن زي ما قلنا مسألة أكل الحيوانات البرية دي ثقافة شعب. مدينة ووهان دي فيها مميزة إنها بتشبه مدينة طنطا عندنا في مصر، هي مركز لالتقاء المواصلات من كل أنحاء الصين، حتى رحلات الطيران الترانزيت هي محطة مهمة لرحلات الطيران، وبرضو القطارات محطة مهمة بيحصل فيها تغيير للإطارات للقطارات والكلام ده،
بيسكنها حوالي 11 مليون شخص ومدينة تجارية من الطراز الأول. هو حتى في البداية كانوا أطلقوا على الفيروس اسم ووهان كورونا فيروس نسبة إلى بلد المنشأ. نبدأ الحكاية من 8 ديسمبر 2019، كانت بداية ظهور حالات Unidentified Pneumonia Unexplained Pneumonia in Wuhan City. هذه الحالات بدأت في التزايد حتى وصلنا إلى تاريخ 31 ديسمبر. في 31 ديسمبر أعلنت السلطات الصحية الصينية عن إن في clusters of pneumonia أو outbreak of pneumonia in Wuhan City. لقوا في 27 حالة نمونيا، منهم 7 critically ill. وفي هذا التوقيت ما كانش فيه human to human transmission، والحالات ال 27 حالة كانوا يا إما عاملين أو مترددين على سوق لشراء المأكولات البحرية في مدينة ووهان. وبالتالي كان الاعتقاد السائد في هذا التوقيت لدى السلطات الصحية الصينية أن هذا الفيروس انتقل من حيوان إلى إنسان. فيروسات الكورونا لا تسري في المأكولات البحرية في الأكواتيك ماملز، ولذلك كانت أصابع الاتهام بتشير إلى الحيوانات البرية. والحقيقة الإجراء كان إجراء حازم وسريع. 1 يناير تم إغلاق هذا السوق. 1 يناير تم إغلاق سوق المأكولات البحرية كإجراء سريع عشان تقليل فرص انتشار العدوى من الحيوانات الإنسان، زي ما كان الاعتقاد السائد في هذا التوقيت. والحقيقة زي ما قلنا السوق ده سوق ضخم موجود فيه آلاف المحلات، ولكن لأنهم وجدوا إن في 14 حالة ظهرت في أفراد الفريق الطبي اللي بيتولى الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذا المرض. إذن بالتالي دول طبعا ما كانش لهم علاقة بالسوق. فإذن كان السائد أن هذا الفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان. إذن إحنا عندنا 3 تواريخ مهمة الحقيقة. 31 ديسمبر 2019 بداية الإعلان عن ظهور clusters of pneumonia أو unidentified pneumonia in Wuhan City in China. 7 يناير a novel coronavirus has been identified as the cause of this outbreak. 20 يناير تم الإعلان عن إنه في human to human transmission. الحقيقة تاريخ 20 يناير تاريخ مهم. إجمالي عدد الحالات في هذا التاريخ في الصين كان حوالي 200 حالة و3 حالات وفيات. هنشوف بقى من 20 يناير لغاية النهاردة على مدار شهرين إيه اللي حصل في، يعني احنا عايزين نشوف التايم لاين. How COVID-19 spread around Poland. عايزين نقول ان الفيروس بدأ ينتقل خارج الصين اعتبارا من 13 يناير، ظهور اول حالة في تايلاند، ثم 16 يناير ظهور أول حالة في اليابان، ثم في 20 يناير ظهرت أول حالة في كوريا الجنوبية.
24 يناير ده تاريخ مهم، لأنه تم الإعلان عن حظر ترافل ريستريكشن ل 41 مليون شخص موجودين في ووهان وعدد من المدن المحيطة بها. السلطات الصحية في الصين عملت حظر ل 41 مليون إنسان، إجراء قوي جدا. قفلت هذه البلاد لا حد يدخل ولا حد يخرج، والترافل ريستريكشن في محاولة لاحتواء المرض. ده الكلام ده كان في 24 يناير. حتى رحلات الطيران لمدينة ووهان بقت كانسلت. في المطارات شوف ووهان كانسلت. والحقيقة الإجراء ده تم لأنه الصينيين بيحتفلوا في كل عام برأس السنة الصينية القمرية في تاريخ 25 يناير من كل عام. وزي ما قلنا قبل كده، مدينة ووهان دي مدينة تجارية ومركز لالتقاء المواصلات من كل أنحاء الصين، فلتقليل الاحتكاك ولتقليل الاختلاط تم إجراء الحظر على هذه المدينة. في تاريخ 31 ديسمبر قفزت الحالات وبقت حوالي 10,000 حالة إصابة، بدل ما كنا 200 حالة في 20 يناير بقوا 10,000 حالة إصابة، والوفيات بدل ما كانوا 3 بقوا 213، وبدل ما كانت الإصابات في 3 دول على مستوى العالم بقت في 23 دولة على مستوى العالم. هذا الحدث خلى الـ WHO تعلن عن انه this novel coronavirus is a global health emergency، طارئة صحية عالمية. في 11 فبراير 2020 زي ما قلنا تم تغيير اسم الفيروس وبقى اسمه سارس كوفي 2، والمرض بقى اسمه كوفيد 19. يعني من اول 11 فبراير واحنا ما عدناش بقى بنقول نوفل كورونا فيروس، بقيت كوفيد 19. اجمالي عدد الحالات في الصين في 12 فبراير 2020 كان 45,000 حالة. اللافت للنظر ان في اليوم التالي 13 فبراير كان إجمالي عدد الحالات 60,000 حالة. وطبعا أي حد هيشوف الرقمين دول، الفرق ما بين ليلة وضحاها 15,000 حالة، هيتصور إن حصل شيء غير طبيعي وغير عادي، وهيجيله بانيك من الفرق الضخم ده في الأرقام. إنما هو الحقيقة، ودي جزئية هامة جدا هتفيدنا بعد كده لما نيجي نتكلم على الكيس مانجمنت، الحقيقة انه السلطات الصحية الصينية خدت خطوة الى الامام. يعني هذا الشارب انكريز ان ذا كاميراتيف نمبر سببه ان هم كانوا بيحسبهم اللابوراتوري كونفيرمد كيسز بالإضافة إلى الكلينيكالي دايجنوز دي كيسز. إيه بقى الكلينيكالي دايجنوز دي كيسز دي؟ اللي هي السيمتوماتيك بيشنتس اللي عندهم فيفر أو كاف أو شورتنس أوف بريث ويز بوزيتيف سي تي سكان. ما كانوش بيستنوا لغاية أما يعملوا البي سي آر ويتأكدوا من الإصابة وتبقى الحالة مؤكدة معملياً. ده كانوا حتى والمريض موجود في الاستقبال بعد ما بيتاخد الهيستوري، الحالات اللي سيمتوماتايزد بيتعمل لها سيت سكان، هاي ريزوليوشن سيت سكان،
واللي بيبقى فيها بوزيتيف داتا او راديولوجيكال فايندنجز بيتم التعامل معاها على انها كيس. الكلام ده طبعا تم في الصين في هذا التوقيت لانه الاعداد تزايدت بطريقه غير عاديه، يعني من 20 في يناير كانوا 200 حاله، في 12 فبراير كانوا 45,000 حاله، فرق ضخم جدا. فخدوا خطوه للامام وسعوا دايره الاشتباه لان المرض كان فيه كوميونيتي ترانسميشن، وده اجراء يختلف عن الدول اللي عدد الحالات فيها اقل. المهم انه في 13 فبراير كان اجمالي عدد الحالات في الصين او في العالم 60,000 حالة. 15 فبراير 2020 الاعلان عن اول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر. سبعة وعشرين فبراير بدأ يحصل فيه تغيير في الإبيديميولوجيكال سيتويشن، بدأ يبقى فيه دول أخرى بالإضافة للصين موجود فيها أعداد، مش بقى حالة أو اتنين أو خمسة أو عشرة، لا أعداد بالمئات. On the top of the list كوريا الجنوبية، إيطاليا، إيران واليابان في هذا التوقيت. هنبص بقى في التوقيت ده اللي هو 27 فبراير، إيطاليا كان فيها 453 حالة، اليوم 24 مارس أقل من شهر عدد الحالات في إيطاليا زاد عن 60,000 حالة. إيران كان إجمالي عدد الحالات فيها في 27 فبراير 139 حالة، اليوم 24 مارس عدد الحالات وصل لحوالي 25,000 حالة. لا تستطيع دولة أن تخفي الأرقام الحقيقية لأن انتشار هذا المرض سريع جدا زي ما حضراتكم شايفين لو ما اتخذتش إجراءات صحية تقلل من معدل انتشار المرض أو لو كان الترصد الوبائي في مشكلة. ده تعليق، لكن أنا عايز أبص للسلايد ده وأقول إن في 27 فبراير بدأ المرض لم يكن مقتصرا فقط على الصين، بدأ ينتشر في دول أخرى غير الصين. والحقيقة بقى الكلام إن الانفكشنز إكس تشاينا آر جروينج إكسبشنال، وده ترتب عليه تغيير تعريف الحالة. اعتبارا من 27 فبراير 2020 الـ WHO حدثت تعريف الحالة وما بقناش نكتفي فقط بشخص مخالط أو شخص كان مقيم أو كان في سفر للصين، بقت في دول أخرى يوجد فيها انتشار مجتمعي زي كوريا الجنوبية وزي إيطاليا. في التوقيت ده اتغير تعريف الحالة وما زال ساري حتى الآن، ولم يعد الأمر مقتصرا على الصين فقط، هناك مجتمعات أخرى ينتشر فيها المرض بصورة مجتمعية. والوضع دلوقتي حاليا في 24 مارس اختلف تماما عن الوضع في 27 فبراير، وبقى في توب 10 كانترز موجود فيها انتشار مجتمعي كبير للمرض زي ما هنشوف
في السلايدز اللي بعد كده. لما وصلنا لتاريخ 6 مارس كان إجمالي عدد الحالات في الصين حوالي 80,000 حالة، والحالات خارج الصين حوالي 17,000 حالة. يعني بدأ الانتشار في دول أخرى خارج الصين، وبدأ المرض يبقى موجود في 89 دولة على مستوى العالم. وكان معظم الوفيات في هذا التوقيت كانت في الصين، كان من 80,000 حالة بتوع الصين الوفيات كانوا حوالي 3,000 حالة، وكان إجمالي الوفيات خارج الصين 335 حالة. طبعا هذا الوضع انقلب رأسا على عقب في أقل من 3 أسابيع. يعني حاليا دلوقتي نسب الوفيات في إيطاليا فاقت الصين وبقت تقريبا ضعف نسب الوفيات في الصين. 11 مارس بقى إجمالي عدد الحالات على مستوى العالم 121,000 حالة، 121,000 حالة، والوفيات حوالي 4,300 حالة. والمرض الحقيقة في 11 مارس 2020 كان انتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، ومعظم أو كل قارات العالم تقريبا بما فيها أفريقيا بقى فيها دول مصابة. يعني أكثر من 100,000 شخص مصاب على مستوى العالم، أكثر من 100 دولة مصابة على مستوى فيها حالات على مستوى العالم، والحالات موجودة في الست قارات اللي في العالم. ولذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 عن أنه This novel coronavirus outbreak is now referred to as a pandemic and it's called COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic. كلمة pandemic يعني جائحة، وفي prerequisites عشان نقول ان دي جائحة. Number one، يبقى في novel virus to which our body has no immunity. وفعلا ده موجود. Number two, it can cause serious illness. ايوه ما هو بيعمل نمونيا وبيعمل death والمورتاليتي around 4%. Number three, it can be easily transmitted from human to human in a sustainable way. يعني ايه؟ يعني transmission from subject A to subject B، وبعدين from subject B to subject C وهكذا، ويكون هذا transmission worldwide transmission. حينما تجتمع هذه المواصفات يبقى ده pandemic strain. لما وصلنا لتاريخ 15 مارس كان إجمالي عدد الحالات على مستوى العالم 157,000 حالة، والوفيات حوالي 5,800 حالة. النهاردة 24 مارس، يعني من 15 مارس ل 24 مارس في حوالي 10 أيام تضاعف العدد أكثر من الضعف. النهاردة أكثر من 400,000 حالة على مستوى العالم. الحقيقة انتشار غير مسبوق. What is the latest information about this corona, novel coronavirus؟ لو بصينا على الكيرف اللي موجود قدامنا ده هنلاقي انه العدد بتاع الحالات حتى 22 مارس العدد بدأ يعدي رقم 300,000 حالة، وبقى الوفيات 4% من إجمالي الحالات، وطبعا في حالات ريكفرد هنقول أرقامها دلوقتي، وفي حالات تحت العلاج منها مايلد كيسز
ومنها severe cases and critical cases. ده السيتويشن في 23 مارس. إجمالي عدد الحالات على مستوى العالم 351 ألف حالة، وإجمالي الوفيات أكثر من 15 ألف حالة. أكثر ثلاث دول فيهم عدد إصابات غير الصين، الصين فيها 81 ألف حالة وعدد الوفيات 3270، 3270 من 15 ألف حالة وفاة. يبقى إذن العدد الأكبر للوفيات خارج الصين. أكبر ثلاث دول فيهم نسبة إصابات بعد الصين إيطاليا، في 23 مارس كان فيها 59 ألف حالة والوفيات 5476 حالة، يعني أكتر من الصين، يعني هي العدد الحالات أقل من الصين لكن الوفيات كبيرة جدا as compared للصين، يعني نسبة الوفيات أعلى نسبة وفيات في العالم من الكوفيد 19 في إيطاليا تفوق 8%. الولايات المتحدة الأمريكية في 23 مارس كان الرقم 35 ألف حالة، بس الحالة الوفيات فيها قليلة 458. أسبانيا الحالات فيها 33 ألف حالة وبرضو الوفيات فيها مرتفعة 2182. لو بصينا بقى للمنطقة دي من أوروبا الغربية، يعني إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأسبانيا، المنطقة دي كأنها خارطة واحدة. أكبر عدد حالات في أوروبا، طبعا أوروبا دلوقتي هي فيها أكبر عدد حالات على مستوى العالم أكتر من الصين طبعا. إيطاليا نمبر 1 فيها 59 ألف حالة، أسبانيا نمبر 2، ده الكلام ده في 23 مارس، وبعدين ألمانيا وبعدين فرنسا وبعدين اليونايتد كينجدوم. دي أكتر 10 دول فيها نسب إصابات على مستوى العالم، الصين، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، أسبانيا، ألمانيا، إيران، فرنسا، كوريا الجنوبية، سويسرا، وإنجلترا. يبقى من الأرقام اللي احنا شايفينها دي بدأ يحصل انحسار في الصين، عدد الحالات قلت وعدد الوفيات ثبت تقريبا. أما إيطاليا as compared للصين فهي فيها تصاعد في عدد الحالات الوفيات. آخر أرقام اليوم 24 مارس، إجمالي عدد الحالات أكثر من 400 ألف حالة على مستوى العالم، وإجمالي الوفيات أكثر من 18 ألف حالة على مستوى العالم. نسب الوفيات كده لو قسمنا 18 على 400 ألف يطلع حوالي 4%، 18 ألف على 400 ألف يطلع حوالي 4%. من ال 407 حالة، 407 ألف حالة، في 104 ألف حالة ريكفرد. طب بقية الحالات لسه ال 18 ألف حالة وفاة، 104 ألف حالة ريكفرد والباقي تحت العلاج، منهم حالات مايلد ومنهم حالات سيفير وفي حالات سيريس. ترتيب الدول زي ما قلنا قبل كده، اليوم 24 مارس الصين 81 ألف حالة ونص، إيطاليا 69 ألف حالة، يعني very soon إيطاليا هتعدي الصين الحقيقة،
أمريكا قاربت على 50,000 حالة، أسبانيا قاربت على 40,000 حالة، ألمانيا 31,000 حالة، إيران حوالي 25,000 حالة، فرنسا حوالي 20,000 حالة. يعني دي أرقام الحقيقة ضخمة جدا، بالإضافة طبعا لسويسرا وكوريا الجنوبية. برضو كوريا الجنوبية التصاعد في عدد الحالات الحقيقة قليل. يعني كوريا نجحت زي الصين في تحجيم انتشار المرض. وأفضل أو أعلى أو أقل نسب وفيات الحقيقة في كوريا الجنوبية. طيب what about the situation in Egypt؟ إحنا أول حالة ظهرت عندنا في 15 فبراير، الوضع في 23 مارس إجمالي المصابين 366 حالة، ده كان في 23 مارس. اليوم 24 مارس إجمالي المصابين 402 حالة، يعني الحالات الجديدة 36 حالة. عدد حالات الشفاء أو الخروج من ال 402 حالة 80 حالة. الوفيات 20 حالة، يعني حوالي 5%. الحالات اللي تم تحول نتائجها من إيجابي لسلبي 100 حالة. يعني هو المفترض ان المريض لما بيبقى تحت العلاج والنتيجة بتتحول الى نتيجة سلبية، المفروض بنعيد التحليل تاني في خلال 48 ساعة. لو في نتيجة تانية سلبية في خلال 48 ساعة يبقى كده شفاء. فالحالات اللي تحولت من ايجابي الى سلبي اكتر من 100 حالة، وفي انتظار انها يبقى في عينة تانية سلبية علشان تتحسب ضمن حالات الشفاء. يبقى من الارقام السابقة او الابديمولوجيكال سيتويشن اللي احنا اتفرجنا عليها، في دول الحقيقة نجحت في التعامل مع الازمة افضل من دول. مثلا الصين. الصين يعني الحالات يعني بدأت تبقى stabilized، الكيرف بدأ يبقى بلاتو، وفي نقص في عدد الحالات الجديدة بصورة واضحة جدا وقوية جدا، وبالتالي نقص في الوفيات، وده واضح جدا من الكيرف اللي موجود قدامنا ده. ونفس النجاح حققته كوريا الجنوبية. وزي ما قلنا أكتر ثلاث إصابات أو أكتر ثلاث دول فيها حالات في الوقت الحالي خارج الصين، إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا. طيب how COVID-19 compares to other coronavirus. احنا قلنا نسبة المورتاليتي من المارس كوفي 34.4%، وقلنا ان نسبة المورتاليتي من السارس 9.6%، اما نسبة المورتاليتي من الكوفيد 19 يعني في فبراير كنا بنقول 2.5%، وبعدين بدأنا نقول 3.4%، وبعدين الآن بنقول إن نسبة الوفيات around 4%. still هو أقل ضراوة من المارس كوفي وأقل ضراوة من السارس، ولكنه أكثر انتشارا لأن الحالات بقت بمئات ألاف. طيب إذا ما قارنا الوفيات من الكوفيد 19 as compared للسيزونال انفلونزا، الفيتال كيسز من السيزونال انفلونزا 0.1%، يعني هو في عندنا حاجة اسمها بالنسبة للانفلونزا اسمها الانيوال انفكشن ريت،
الانيوال انفكشن ريت او معدل الاصابه بالانفلونزا الموسميه بيتراوح من 10 ل 20% من الجنرال بوبوليشن انيولي. عدد سكان العالم حوالي 7 مليار شخص. البرسنتج دي تمثل ما لا يقل عن مليار شخص بيصابوا بالانفلونزا الموسميه سنويا. من المليار شخص دول من 3 ل 5 مليون حاله بيبقى سيفير إلنس ريكوايرنج هوسبيتاليزيشن، ومن النسبة دي 650 ألف حالة وفاة بتحدث سنوية نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. طبعا ده رقم ضخم جدا لو تم مقارنته بأرقام الوفيات من الكوفيد حتى. طيب كيف يتم انتقال فيروس الكورونا المستجد؟ طريقة انتقال العدوى زي الانفلونزا. Through air droplet when coughing and sneezing أو close personal contact زي مثلا أثناء shaking hands أو touching an object or surface with the virus on it and then touching your eyes, nose and mouth. يعني يا إما عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو الكحة، أو التلامس مع الشخص المصاب أثناء مساطحة الأيدي مثلا على سبيل المثال، أو ملامسة أي سطح ملوث بالفيروس ثم تلمس الأنف أو الأذن أو العين. والحقيقة المريض بيبقى most contagious when he is symptomatic، ولكن reported in some spread might be possible during the incubation period before the symptoms appear when the patient is asymptomatic. ولكن الحقيقة this is not thought to be a common occurrence. يعني برضو ما زال الانتقال الرئيسي لما الشخص يكون سيمتوماتايز. يبقى إذن droplet infection أثناء الكافينج أو السنيزينج، أو التاتش أثناء الهاند شيكينج، أو to touch contaminated surfaces and then touch your eyes, nose and mouth. طب what about the incubation period؟ تم الاتفاق for surveillance purposes ان الانكيوبيشن بيريود from 2 to 14 days. انما الحقيقه most cases occurring within 5 to 6 days after exposure. الاعراض الرئيسيه fever, cough and shortness of breath. إن شاء الله الفيديو التاني هنتكلم فيه عن الكلينيكال كيس مانجمنت of this COVID-19. And thank you very much.